استاذ عمر، يعني لو افترضنا عشان برضو نبسط للمشاهدين اكتر، لو حد معيشه 1000 جنيه، ايه اللي هيتم معاه وهيطبق ازاي وامتى هيطبق؟ والسؤال كده صعب شويه الرد عليه، بس نشرح شويه عشان نوضح للناس حته المشكله فين بالظبط. يعني الحته دي كده محتاجه وقت شويه كتير عشان نوصل ليها. يعني خلينا نقول ايه اللي تم، وبعدين ايه المشكله عند اصحاب المعاشات، وهم ليه رفعوا دعاوى امام الدستوريه وامام الاداريه وامام الاداريه العليا. احنا ليه عملنا كده اصلا كاصحاب معاشات؟ 80% من العلاوة الخاصة دي استمرت لحد علاوة 2005. في 5 علاوات دايما غير مضمومة للأجر الأساسي، بناخد منهم 80% ونحطهم على معاش الأجر المتغير. في 2006 المفروض يطلع القانون يضيف 80% من العلاوة الخاصة بتاعة 2006 لمعاش الأجر المتغير. في 2006 القانون طلع من غير ما يطلع فيه المادة بتاعة إضافة 80%. أصحاب المعاشات انزعجوا من أول 2006، انت ما بتضيفليش ليه 80% من العلاوه على معاش الاجر المتغير؟ ابتدى يبقى في مشكله. من 2006 استمرت 7 و8 و9 و10 و11 لحد 15 ما بنضيفش ال 80% طبقا للقانون. لما جت المحكمه الاداريه، في 2017 في 2018 طلعت حكم في مارس 2018 قالت يضاف لمعاش الاجر المتغير 80% من 5 علاوات الاخيره لاي صاحب معاش. ده الحكم اللي طلع فيه السنة اللي فاتت في مارس. يعني الحكم ده يعتبر متأخر حوالي، ما هي المحاكم متداولة 11 سنة متداولة درجات بقى قضائية كتير طبعا، اللي هي منظور لحد قدام الدستورية لحد النهاردة يعني طبعا، لأن الموضوع فيه تكلفة كبيرة. يعني أكمل بعد إذنك وبعدين اسأل اللي أنت عايزه. يعني اتفضل. فجينا في 2018 طلع حكم، بإضافة 80% من 5 علاوات الأخيرة غير المضمونة للمعاش لأي صاحب معاش. فاتعمل عليه طعن، فنظر قدام المحكمة الإدارية العليا، طلع حكم في فبراير 2019 ما بيقولش ضيف 80% من العلاوات الخاصة للمعاش، بيقول عيد تسوية معاش الأجر المتغير. اللي انا قلت لك عليه، بنجمع الاجور ونقسمها على المتوسط. دي الاجور المختلفه على مدار عمره كله ونقسمها على الاشتراك، على مده الاشتراك تطلع للمتوسط. هو قال لي عيد حساب ده تاني. خلي بالك من الحته دي بقى مهمه جدا. ما قالش ضيف 80% من العلاوات، قال لي عيد حساب معاش الاجر المتغير باضافه العلاوات وبنسبه 80%. احنا اصلا بنضيفها بنسبه 100% على اجر التسويه ده او في المتوسط. فاصبح الحكم بتاع 2019 مختلف عن 2018. 2018 بيدي 80% من العلاوات، 2019 بيقول عيد تسوية المعاش. والحكم ده عدل ده، يعني ده ما عادش قائم. فأصبح الحكم الأخير هو إعادة تسوية معاش الأجر المتغير. فالسؤال بتاع حضرتك ده ما ينفعش نرد عليه. ليه؟ لأن هو بيقول لي عيد تسوية المعاش، أنا مسوي المعاش بالظبط كده وأكتر كمان من كده. فاضطرينا ان احنا نعمل مذكره عرض على الجمعيه العموميه القسم ده. بس عشان افهم حاجه، ما هو الحكومه استشكلت على ايه؟ على اي قرار؟ على قرار المحكمه في 2018 و2019؟ لا، 18 اتعمل عليه استشكال واتعملت وراح للمحكمه الاداريه العليا. واتعمل في 2019 استشكال اللي هو اتسحب عن طريق فخامه الرئيس. يبقى قرار جه من سياده الرئيس بسحب الاستشكال بتاع 2019 اللي هو اعاده الحزب من اول وجديد. يبقى احنا متوقفين عند 2018 باضافه 80%. 2019 عدل 18 بتعديل الحكم بتاع 18. وايه يعني اللي ساري دلوقتي ايه، 18 ولا 19؟ لا 19. 19 دي اداريه عليا. عشان كده هتقول ما تعرفش تحسبها عشان انت لسه هتعيد من اول وجديد. لان انت جاي بتقول لي عيد تسويه المعاش وانا اصلا مسويه كده.